يا أيها الشعب في الخارج وفي الداخل، لعنتوا لهذا الوطن روحه وشريانه. الآن يا مرسلي عبر الهواء راسل، حمل على هاتفك كلمات رنانة، وهد القصيدة لأبو هجاس والزامل ابن الذهب قايد الفيلد وقبانة، وخبر المسعدي عن وضعنا الحاصل، عساه مرتاح ما قد شابت هجفانة. يا طائر السعد حمل كل موبايل، سلام مني عدد ما شنت مزانة، للصاحب المحترم والشاعر الفاضل أخو صلاح المناضل صح لسانه. قصيدة كلمات الشاعر المعروف أمين عبد الله مبخوت الذهب، موجه للشاعر المعروف أبو معبد عبد المسعدي القيبي، بعنوان يا أيها الشعب في الخارج وفي الداخل. يلحنها فايز أبو شمس، وعزفها أبو خليل عبد الفرحان، وأيقعها زبيد عبد الفرحان. تسجيلات الفايز أبو شمس، دمار خط الحدا جوار مبنى المحافظة. شعب اليمن أمنه وإيمانه، وخلصه من نظام الزور والباطل، يعل شعب اليمن وسبب أحزانه، يزج شعب اليمن بأسلوبه الفاشل، لا حرب طاحن وشامل بين سكانه. شابت أجفانه يا طائر السعد.
صلاح المناضل صح لسانا. الشعر المعروف أمين عبد الله مبخوت الذهب القيفي بعنوان
نسكت على الباطل. تسجيلات الفائزة بشمس دمار خط الحداد جبار لبنان المحافظة. شاركنا بعزم العودة بالخليل عبد الرحمن وبالإيقاع زبيد عبد الرحمن. نسيت اللي غيروا كانوا من اعوانه.
صدك بي طبلوا وطالع العنازل وكلهم يا أمين وضحى وعجلان. كلمات الشعر المعروف أبو معبد عبد المسعدي القيفي جوابا على قصيدة الشعر المعروف أمين عبد الله مبخوت الذهب القيفي بعنوان مسكت على الباطل. تسجيلات الفائزة بالشمس دمار خط الحداد جبار مبنى المحافظة. شاركنا بعزم العودة أبو خليل عبد الفرحان وبالإيقاع زبيد عبد الفرحان. اشتغال الطب لتغييركم عادل والنصف
خاله وثارتك يا آمن بنيت على باطل بالمسرحية كل طال للسالة يا آه منك فلا عقل ولا جاهل لعبت في داخل الساحات بردالة شبكت والخط ولعت من الكابل حبولكم يا فتى للآن سرحانة وإن انفجر شي بموتر قلت والراحل وإن انفجر شي بموتر قلت والراحل وفي شريط القانة لحقه البانة صامت في اليمن من ثورتك قافل ويلك من الشعب لا قثار بركانه يا اخو علي بالي زود لك خبر عاجل يا باسل ايان ذي ما فتح عيانه الرابع دخله ذا وسط زنزانه وسوريا شوفها قد حربها طايل ثورات يا خو علي عميا وسكرانه صليت وصل الموج والساحة